نفند أكثر الموقع الحديدة وأهميتها العسكرية وبالتالي خطورة أن يخسرها الحوثيون. معي هنا في الاستوديو المحلل العسكري العميد خالد النسي. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة العميد. عسكريا، ما المرحلة التي دخلتها قوات شرعية اليوم بأسناد من التحالف؟ أين هم؟ طبعا هم خارج، بالنسبة للموقع خارج الخارطة اللي هو مثلا تفضلتوا بالصورة الأولى، هم طبعا الآن سيطروا على المرتفعات الشرقية من الساحل، طبعا على مسافة من 30 إلى 40 كيلو في مرتفعات هي موجودة هناك. أي بالضبط هنا موجودة، مثلا هم وصلوا الآن إلى هذه المفارق، مثلا مفرق المخا، مفرق أيضا الوازعية، مفرق باتجاه مثلا باتجاه مغبن هنا موجود. اذا وصلوا هذا المفارق الان سيطروا على هنا في مرتفعات جبليه بهذا الاتجاه، لان هذه المرتفعات الجبليه يعني تمركز فيها الحوثيين، وعندهم مثلا عربات صاروخيه، عندهم صواريخ حراريه موجهه، بيستهدفوا القوات اللي موجوده في هذا باتجاه الخوخه هنا مثلا بهذا الاتجاه. ايضا حتى القوات اللي موجوده وصلت الى حيث ايضا يتم استهدافها من قبل هذه المرتفعات. فكانت الخطوه الاولى هي مثلا كيف السيطره على هذه المرتفعات بحيث انه تتحرك هذه القوات على الساحه باتجاه الحديده وهي في مامن من اي مثلا استهداف من قبل الحوثيين. الان يعني بالامس واليوم تم السيطره على هذه المرتفعات كامله باتجاه مغبنه، باتجاه مثلا البرح، باتجاه حتى وقوات موجوده من سابق كانت موجوده في جنوب مدينه حيس. في الخطر اللي كان يهدد هذه القوات ايضا الان تم تامينه كمرحله اولى. الان القوات الرئيسيه موجوده الان في الخوخه، موجوده في جنوب حيس، الان بامكانها الان تتحرك على محورين باتجاه الحديده في مامن عن اي مثلا معارك جانبيه ممكن يشغلها في سبيل انها تحقق يعني اهدافها. اها، طيب ما الوضع داخل المدينه سياده العميد؟ لو تفضلتوا مثلا الصوره الثانيه، انه مثلا الان بعد تامين هذه الان بقت تتحرك الان القوات، مثلا القوه الرئيسيه بقت تتحرك باتجاه مثلا بعد تامين الجهه الغربيه طبعا المرتفعات الجبال الشرقيه. الان بقت تتحرك قوه رئيسيه على محور الساحل باتجاه الحديده، في ما يعني محور اخر او قوه اخرى بقت تتحرك ايضا باتجاه الحديده على محور اخر يمكن يبعد عنها بشرقا تقريبا من 25 الى 30 كيلو، ويعتبر هذه القوات كخط دفاع عن هذه القوة اللي بدها تتحرك بهذا الاتجاه بحيث انه الحوثي لا يشغل القوة الرئيسية اللي تكون هدفها باتجاه الحديدة. طبعا بالنسبة للقوات، حتى قوات الحوثي الموجودة في الحديدة اصلا، فما بالنا انه هذه منطقة مفتوحة خاصة يعني محور الساحل، منطقة مفتوحة لا توجد مدن، لا توجد اي تواجد يعني كقوة رئيسية مثل ممكن تكون تعرق القوات هذه. ارض مفتوحة مثلا سوف يكون بالسهولة انه تتعامل مع القوات هذه مع اي تواجد حوثي. بالنسبة للوضع داخل الحديدة، أنه حتى قوات الحوثي داخلها تابعها أيضا في تمرد من قبل المواطنين عليها، يعني لم تعد لها مثلا أي قابلية أو حتى يعني حاضن شعبي داخل المدينة، في هناك في تمرد، يعني كلما تقدمت القوات سوف نجد تجاوب من داخل المدينة، يعني لأنه صعب أنه مثلا القوات هذه حتى تدخل داخل المدينة وتشتبك مع الحوثيين داخل المدينة، لأنه يعني تجنب مثلا حدنا نجنب المواطنين من أي مثلا صراع، لأن الحوثي غير حريص على حياة الإنسان، لكن التحالف القوة الذي موجودة حريصة. لكن عند وصول القوات هذه إلى جانبها فإحنا سوف نراهن أيضا على أنه المواطن من داخل المدينة سوف يتحرك ويعني يعتبر مقاومة فعلية من داخل المدينة. بس هذه المرحلة هي أصعب بكثير مما سيحدث بعد الوصول إلى المدينة ودخولها، صحيح؟ صحيح، تعتبر المرحلة اللي نفذت أمس اليوم هي الأصعب في هذا الاتجاه. يعني اللي موجودة يعني شرقا بوصول إلى مفرق مثلا مغبنة وباتجاه البرحة هي الأصعب، لأنه هناك في قوات صاروخية، في عربات صاروخية وخاصة الصواريخ الحرارية، وفي مرتفعات جبلية الذي الحوثيين يجيدون القتال في المرتفعات الجبلية. لكن أرض مفتوحة باتجاه الساحل، أرض صحراوية مفتوحة، لا يمكن، لأنه لا تساعدهم في الاختباء أو وضع الكمائن. صح أنه ربما هو زرع عشرات الآلاف من الألقام في هذا المحور، لكن في هناك مثلا يعني قوة مثلا تم إعدادها من قبل التحالف التعامل من الألقام، وتقوم فعلا بنزع كثير من الألقام في هذا المحور. لكن المرحلة الأصعب أعتبرها في سبيل الوصول للحديدة هي تم تجاوزها، ما بقي إن شاء الله يكون أسهل. فقط أنه هناك في ثلاث قوات اللي قوم القوة المقاومة الجنوبية، قوة المقاومة التهامية، أيضا القوات اللي موجودة تحت قيادة العميد طارق محمد عبد الصالح، فقط هناك غرفة مشتية يعني، وطبعا بإشراف من قبل التحالف وخاصة القوات الإماراتية في هذا الجانب. فقط هو يعني منتظرين تحديد ساعة الصفر، وإحنا نتوقع أنه خلال أيام بعد تأمين هذه الجبهة الشرقية أنه خلال أيام سوف يتم تحديد ساعة الصفر، ولن اتوقع انه لن تكون هناك بالنسبه لمحور الساحل اي صعوبات. عن اي مسافه نتحدث تقريبا واخطر نقاط فيها سياده العميد؟ تقريبا بالنسبه لمحور الساحل تقريبا اقل من 100 كيلو، تقريبا الى 90 الى 95 كيلو حتى الوصول الى الحديده.
يعني لا توجد هناك صعوبة إلا في منطقة اسمها تحيتا والمفرس. هناك في يعني في مزارع على الطريق، وخاصة في اتجاه تحيتا في مزارع، في المزارع هذه الحوثيين يجدون وضع الكمائن، فهذه ربما تكون العقبة الوحيدة فيما يتعلق بمحور الساحل. لكن المحور الآخر هو في مدن يتخيل لها مثلا زبيد، بيت الفقيه والمنصورية، حتى وصول المراوة، هذه مدن. والحوثي يعني يجيد كمائن داخل المدن ويدخل حتى من ابناء المدن او المواطنين في هذه المدن كدروع بشريه، وهذا يسبب يعني انه المقاومه والتحالف ايضا حريصين على حياه الناس، هذا ربما ياخذ وقت، لكن في الاخير سوف يتم تجاوز هذا الكلام ان شاء الله. في يحكى دائما بان الحوثيون يتمسكون بشكل كبير بميناء الحديده حتى من اجل تخوفا من الانكسار السياسي، وهذا يدفعنا للحديث عن معارك شرسه بتحدث. أهم ما يمكن أن نذكره عن أداء الحوثيين بهذه المعركة سيادة العميد العسكري. طبعا بالنسبة لمعركة الحديد هي مصيرية، لأنه ما زال المتنفذ الوحيد حتى الآن مع الحديد مع الحوثيين هو ميناء الحديد، ومن خلاله حتى اللحظة أيضا يستمدوا الدعم المادي والأسلحة من خلال ميناء حتى اللحظة هذه. فعندما مثلا يتم السيطره على هذا المنفذ، طبعا هو يعتبر يعني شريعه رئيسي بالنسبه لي، اذا تم فمعنى انك حصرتم داخل جغرافيا يعني غير مطلع على اي منافذ لا بريه ولا بحريه، فهذا فهم مستميتين على هذا الجانب. هي بالنسبه لهم معركه مصيريه لا تقل حتى عن معركه صعده مع قولهم الرئيسي، لانه فعلا انت اذا وصلت للحديده يعني ضيقت الخناق عليهم، يعني مثلا دعمهم الذي يتحصلوا عليه لن تحصلوا عليه، فهم ايضا يعني مستميتين على هذا الجانب. لكن طالما مثلا الارض مفتوحه فهي لا تخدمهم بالتاكيد، وهم ايضا حتى وصلوا الى يقين انه هذه المعركه يعني خسرها بالنسبه لهم، فالان يرهنون اكثر على معركه مصيريه وهي معركه صعده اكثر من الساحل الغربي. ما زال يصلهم تعزيزات؟ ما زال حتى اللحظه توصل، لانه اكثر من 200 كيلو من الخوخه حتى يعني حتى ميدي يعني شمال الحديده، تقريبا اكثر من 200 كيلو على الساحل، ففيه يعني في عبر هذا الشريط الساحلي اللي ما زال تحت سيطرتهم، يعني استمدوا كثير من الاسلحه وكثير من وخاصه الاسلحه الاستراتيجيه، ومنها الصواريخ التي تاتي على شكل قطع، ومنها يتم في ورش معينه وخاصه في صعده يتم تركيبها، واستهداف كثير من المعسكرات وحتى الحد الجنوبي للسعوديه يعني من خلال هذا الكلام. أنا أشكرك جزيلا على كل هذا الشرح المفصل سيادة العميد خالد النسي المحلل العسكري، أهلا وسهلا فيك دائما معنا.